وهذا اعتراف أحد عناصر المجموعة المسلحة التي هاجمت الحافلة. تحت جسر التلبيسي. نعم. سائد عشق الظهر. نعم. وقفنا السرفيس وفي ضابط درسته اسمه غسان طلاس، قام سامر إطلاق النار عليه وفرشت له أنه ضربه من بكشين أو ضرب الأطفال مات الطفلة. نعم. بأمر من مين أنتم قمتوا به الأسفال؟ بأمر من الشيخ أمين ضحيك وأبو عجاج طه. أبو عجاج طه شو بيشتغل؟ عنده مكتب سيارات وشحونة وبتعطى مخدرات. طيب الشيخ شو قالكم؟ الشيخ قالنا الرستة أنه أداء ما عاجبني، قلنا نرمي لهم فتنة بينهم وبين الجيش يعني يطلعوا كثافة. السلاح اللي كان معكم مين أعطاكم إياه؟ الممول أغلب السلاح كان يجي عن طريق أبو عجاج طه. أبو عجاج طه، شو أنواع الأسلحة؟ بمبكشن، بارودة روسية ومسدسات. تم انضباط إطلاق نار مع الجيش.